هذا هو البيت اللي ساكنه فيه. لكن هادشي راه اختي راه خطر، شنو راه يطيح عليكم؟ يطيح عليكم اختي شنو؟ والله صراحه بيت نعس هنا راه انت راه كيريب. الا تنكونوا جالسين وكي هادي اللي ربت بالشق كيتشيط، هادي اللي طاحت الطواليت هادي اختي. انتما كما كتشوفوا مشاهدين متابعي قناه شوف تي في، هذا هو البيت اللي ساكنه فيه الاخت وسيحه. البيت هذا راه كيشكل خطر عليها، انتما كتشوفوا الشقه تما هي قداش، انتما شوفوا الحاله اللي ساكنه فيها السيده هي وبنتها اللي كتبلغ من العمر سنه، سنه ونص اختي فاتت على البنت عندها عام و عام و 3 شهور. 3 شهور وراجلك قلتي لي مريض ثانيه. مريض خلاص هو متبع سميتو. انتما كما كتشوفوا البيت راه غادي كيطيح، طيح الدر السلامه وصافي. السلام عليكم اختي فاتحه. وعليكم السلام. لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، مبارك علينا وعليكم. الله يبارك فيك. عندي اختي شنو المشكل ديالك؟ مشكل ما خفتيش؟ لا خايفه وما كنعسوش وما عندي باش ندير حتى حاجه. الراجل ما خدام ما ردام، انا غير مره مره كندير الميناج للناس ومره مره كنشد لواحد السيده بنتها وسميتو ما خدامه ما ردامين. ما عندناش باش نديرو، ما عندنا باش نكريو، ما عندنا فين نمشيو. دابا انت اللي كتخرجي كتصرفي كتجيبي داكشي اللي قسم. حنا اللي كنخرجو كنجيبو داكشي اللي قسم الله كنعيشو به. ويلا ما كاينش نهار الخدمه اختي. ايوا الغالب الله، الغالب الله اللي كاين. كيفاش من تعاوني؟ الغالب الله، الغالب الله، الله يخلف على المحسنين. الا كان شي محسن وعاوننا داكشي اللي كاين. المحسنين الجيران. الجيران. كيعاونوك الجيران. الجيران كل واحد كي اسميتو داكشي اللي كاين. كيعطوك باش تاكلي بعدا ديك الليله. ايه داكشي اللي كاين. رمضان هذا باقي ما مقضيين، ما كاين. المهم يجي الله على الخير وصافي، ما مقضيين ما والو. الله يصاوب من عند الله. داكشي اللي كاين. سبحان الله هو، سبحان الله، والله يرحم الوالدين وشكرا، الله يجزيكم بخير. كنباتو ما كنعسوش و اش غادي نديرو، كنباتو فايقين. ملي تنكونو جالسين حتى كنسمعو الشق كيد، ما كنعسوش كنخرجو للزنقه. فاش كتصب الشتا؟ ملي كتصب الشتا كنخرجو حنا للزنقه حتى كتزكا الشتا. بقاو في الشتين صايبين. كنديرو البانيوات وسميتو لداخل، راه كلشي صورو هذيك الساعة. كلشي كيقطر. كلشي صورو خالد ديك الساعة. كلشي كيقطر. الله يحضر السلامة. يعني هاد البني هذا قديم شحال؟ هاد البني قديم هذا راه. تكون عنده دابا معمر. شحال هذا؟ شحال هذا؟ شحال هذا؟ كثر. كثر وكثر. والله يرحم الوالدين، الله يجزيكم بخير. راكم كتشوفوا الحالة. لا اله الا الله، راكم كتشوفوا الحاله ما عندناش. الغالب الله. الراجل قلتي لي عيان شويه. الراجل عيان شويه، متبع الدواء. كيشرب الدواء ديال الاعصاب. كيشرب شي تقاطر ديال الاعصاب. قلتي لي واحد خوري كيصيفط لكم شي بركه. هذاك خوري كيصيفط من الشهر للشهر. شحال كيصيفط لك اختي فاتن؟ 10000 ريال اللي كيصيفط من الشهر للشهر. واش غادي نديرو؟ ما عندنا ما نديرو. كنحيدو واحد الورقه تاع تضو تيبقاو ثاني جوج، ولا نجيبو الدقيق ونعمرو البوطه وشويه شويه من الحاجه صافي. داكشي اللي كاين. واش عايشي بها هذيك 10000 ريال الشهر؟ الشهر كامل. هي معيشاك. واش غادي نديرو؟ راه لا اله الا الله، الغالب الله. جاب الله شي ميناج ولا شي حاجه راه كنعاون به، ما جابش الله راه يدي الله الخير. ان شاء الله اختي. ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله، الله يجزيكم بخير. ديال الاخت فاتحه راه حطيناه في اللايف، اللي باغي يعاونها الله يجازيكم بكل خير. الله يجزيكم بخير، الله يرحم الوالدين وعواشركم مبروكه، الله يدخل علينا هذا الشهر بالصحه والسلامه والرزق. الله يبارك فيك اختي وييسر لك امورك ان شاء الله. انت كما قلت لكم مشاهدي متابعي قناه شوف تي في، شفتوا الدار ديال الاخت فاتحه مسكينه، راه عايشه هي وراجلها. راجل مريض نفسانيا وعندها بنيه عندها عام وثلاث شهور. باقا كترضع البنت. عشان نعطيها الحليب. كتشري لها الحليب وليكوش كنشري لها كلشي. ايوا اش غادي ندير؟ نصبروا. نصبروا، ما عندنا ما نديروا. فين اش غادي نديروا؟ الله يشوف من حالك. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. اللهم امين، الله يجزيكم بخير. المحسنين اللي داخل المغرب اللي خارج المغرب يشوف من حال الاخت فاتحه، راها في واحد الحاله مسكينه لا اله الا الله. راه باش نقولوا 2021 وباقي الناس عايشين في كهوف وسط المدينه. داكشي اللي كاين، ما عندنا الماء، ما عندناش الماء في الدار، ما عندنا الدور كلها تشقات، ما عندنا ما نديروا. الغالب حتى الماء ما عندناش في الدار. حتى الماء كنسقيو غير في السقايه، كنصبنوا في السقايه. تجيبوا لنا السطوله ديالكم. السطوله داكشي اللي كنديروا. ما عندكش باش تدخلين؟ ما عنديش باش ندخل الماء.
انتم كما كتشوفوا مشاهدينا، الله يجازيكم الله يجزيكم بخير، عاونوا هذه السيده هذه وقفوا معاها، نسمعوا اخبار الخير، اتصل بنا الاخت فاتحه وتقول لنا راه عاونوني الناس محسنين. الله يجزيكم بخير، الله يرحم الوالدين. ربنا في شهر الغفران، كلشي كيبغي يصدق، كلشي كيبغي، راه كنتعاندوا في الصدقه، راه كنتعاندوا في سميتو باش الله سبحانه وتعالى يرضي علينا ويرحمنا يا ربي برحمته الواسعه. الله يجازيكم كل خير. رقم فاتحه راه حطيناه في اللايف، وشكرا، والى اللقاء في بث مباشر اخر من مدينه وزازات. الله يجزيكم بخير، شكرا، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، شكرا.